في هذا المكان المتواضع الذي يفتقر لأبسط الوسائل المناسبة للتدريس، يتلقى العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة تعليمهم في منطقة القطيع بمحافظة الحديدة، حيث يأمل هؤلاء في تحقيق طموحهم ولو بالقليل مما يرغبون به والعودة إلى الاندماج بالمجتمع المحيط. مبادرات أهلية ومتطوعون يعملون على مساعدتهم ومحاولة التخفيف من معاناتهم من أجل إشراكهم في المجتمع من خلال برامج الدعم النفسي يكونوا رقما فعالا ضمن الأسرة والحي. في الحديدة المحافظة الأكثر فقرا في الجمهورية، يشكل الوضع المعيشي الصعب لهؤلاء عبئا إضافيا على أغلبية المواطنين، لكنه بالنسبة لهذه الشريحة يفاقم من صعوبة حياتهم أكثر، خصوصا مع انتشار الأمية. تعد هذه المبادرة وغيرها رسائل صريحة للمجتمع بأن هؤلاء قادرون على تجاوز إعاقتهم إذا ما توفر لديهم من يسهم في إسنادهم، فالعزيمة لا تنقصهم إذ يستطيعون أيضا القدرة على التحمل لانتشالهم من مربع الإعاقة المؤلم.